بداية أتمنى لكم الحفظ والسلامة والهناء والصحة والعافية ديال المواطنين. خصهم يكونوا في البيوت ديالهم. إلا كان الفئة الأولى الواجب ديال الوطني أنها تكون الآن في الصف الأول في مكافحة هذا العدو المخيف، فالفئة الثانية واجبها الوطني اللي هي الأغلبية أن تكون في البيوت ديالها. إلا ما خرجناش غنكون ربحنا واحد العدد ديال الضحايا، وممكن انهم يتوفاو ولا يتصابوا يعني باضرار اضرار جسميه. الان نتمنى ان هذا النداء يوصل للجميع. نحاول ما امكن ان المرحله المقبله، اذا كان طموحنا كنا انه قبل 20 ابريل كنا كملنا الحجر الصحي بنجاح، ان الجميع يلتزم بعدم مغادره البيوت ديالو الا لضرورة قصوى. اليوم من خلال النتائج المحصل عليها كتبين بأن الإجراءات الاحترازية التي اتخذت الدولة كانت في غاية الأهمية وبدون مزايدات. اليوم نحن مطالبون بالبقاء في ديورنا، بقاء في دارك. اليوم في ظل انتشار هذا الوباء المطلوب منا الانضباط لحالة الطوارئ، الانضباط لقرارات ديال الحكومة، ديال الوزارة الداخلية، ديال وزارة الصحة، المساهمة في عدم انتشار هذا المرض، اتخاذ جميع الاحتياطات. بالمناسبة كنشكر القوات المسلحة الملكية، الدرك الملكي، الأمن الوطني، الوقاية المدنية، القوات المساعدة، السلطة المحلية، الأطقم. التحيل اللي فرضته وزارة الصحة مع وزارة الداخلية، وهذا راه فيه مصلحة لهم ولجميع المواطنات والمواطنين. خوتي المغاربة مساء الخير عليكم. النصيحة اللي غنقول لكم وتنعرفوا روسنا جميع ان هذا الفيروس الفتاك وصل لواحد المرحله الخطيره ديالو، هذه المرحله اللي تسمى مرحله الانتشار السريع او مرحله الذروه. سمعنا كاملين البلاغات الصادره المشتركه ما بين وزاره الصحه ووزاره الداخليه اللي تتنصح جميع المواطنين باش يلتزموا بالبيوت ديالهم وما يخرجوش منها، ما نخرجوش من ديورنا في هذه المرحله الخطيره ولو كانت حالة الضرورة بالناقص أسبوع دغيا يدوز، ولهذا الأسبوع غنقضوا فيه بزاف ديال الحياة ديال الأشخاص. ما نحرضوش نفوسنا للخطر، ونعرضوا الأبناء ديالنا للخطر، ونعرضوا الأسر والأهل ديالنا للخطر. الله يجزيكم، بقاو في ديوركم، الله يجزيكم بخير. قاورات غتقمنون. علاج لهذا الوباء الذي ينتشر بسرعة هذه الأيام أننا نجلسوا في ديورنا، نجلسوا في ديورنا باش الدولة تقدر تحاصر هذا الوباء جغرافيا، نجلسوا في ديورنا باش نحافظوا على حياتنا، باش نحافظوا على حياة وليداتنا، باش نحافظوا على حياة والدينا، باش ما نرتكبوش شي جرم في حق من نعز وفي حق الوطن ديالنا وفي حق نفوسنا. تجمع أفوز حفوز باش نحارب الجائحة هاد اللي يتنا دونيت كل شيت استيغانت كورونا فيروس كوفيد 19. ونشكلي صرات ست نحارب اللي دار نحيلان أرغيلاد هو أنا قاور حتى قمانح كريكتين أي قاور حماس نتقمينس الدوري تفاخ يسقور تروانس ادور تفاغ ندور يفاغ حتى يعني غنشكد اسرا نعاون الوطن عرنسني مير كل شي ميتنا اللي فاغنين عرض الحياة نسن الخطر باش انا غامل كوني بسلام.